هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية، لأننا نهتم. أنت عارف بتكلم مين كثيراً؟ ما تصادفنا هذه العبارة أو يأتينا هذا السؤال من شخص يستنكر علينا عدم معرفته، لأنه يرى أنه يملك الواسطة بشكل أو بآخر، وبها يتفوق على غيره ويتوقع من الجميع معاملة مختلفة ومتميزة، يطلب فيها أكثر مما يستحق. فدعني أخبره أنا بكلم مين. أن تملك الواسطة أم أن تجيد صناعة العلاقات؟ سؤال مهم جدا في قاموسك المالي ومستقبلك المهني أيضا والاحترافي. ورغم أن الواسطة واحدة من المصطلحات سيئة السمعة في الوطن العربي، إلا أنها من أكثر الأدوات استخداما في المجتمعات العربية لإنجاز المهام، خاصة الحكومية والبيروقراطية منها. وتتعدد التعليقات على صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر حول الموضوع، فيرى مصطفى أنه تتساوى الواسطة والعلاقات حال تم استغلال كليهما بصورة سيئة. أما إذا فصل العلاقات أو فصل العلاقات عن العمل، فالكل يأخذ حقه. عفوا، ولكن إسلام يرى أن الفرق كبير بين الواسطة والعلاقات، فشبكة العلاقات الطيبة هي من رصيد شغل واجتهاد صاحبها، أما الواسطة فهي سلم غير شرعي لتحقيق المتطلبات. فلنقف على الفرق بين الواسطة وشبكة العلاقات الطيبة. ما بين الواسطة وشبكة العلاقات الطيبة، الواسطة حقيقة هي شيء يعني قد لا تعمل لأجله، يعني بما معناه أنه قد يرث الإنسان الواسطة. الواسطة لما يعني نسترجع بداية مقدمتنا، أنت عارف أنت بتكلم مين، ممكن هذا الشخص لأنه أبوه فلان أو لأنه عمه فلان أو لأنه من عائلة فلانية أو إلى آخره. ولكن شبكة العلاقات الطيبة هي التي تبنيها أنت من خلال علاقاتك الطيبة مع الآخرين، من خلال سلوكك الطيب مع الآخرين. وبالتالي شبكة العلاقات الطيبة هي مستمرة، لأنه قد تنتقل من مكان إلى آخر، من دولة إلى أخرى، قد يموت الأشخاص الذين أنت كنت معتز أو معتد فيهم. تلك هي الواسطة التي قد تنتهي، ولكن شبكة العلاقات الطيبة تبقى مستمرة طالما أنك بقيت تحافظ وتصون وتعمل صيانة على هذه شبكة العلاقات الطيبة. وحول هذا الموضوع، موضوع شبكة العلاقات، أجرت كاميرا الجزيرة مباشر عددا من اللقاءات مع الجمهور، نأخذ منها السؤال الثاني ثم نعود للتعليق عليه. متى تكون الواسطة شيء مفيد؟ متى تكون الواسطة شيء غير مفيد؟ سؤال مهم حقيقة، وقد شاركنا المتابعين في إجابته بتعليقاتهم حول إيجابيات وسلبيات الواسطة. فيرى تيسير على سبيل المثال أن أهم سلبية للواسطة هي وضع الرجل غير المناسب في المكان الغير مناسب، وكذلك خلق مراكز قوى غير صحيحة، وأيضا أخذ المرء ما لا يستحقه. أما محمد حساني فيقول أخونا محمد أن الفوائد أنها بتخليك مرتاح، اللي هي الواسطة يعني، ومبسوط وتوصل لهدفك بسرعة. ولكن هنالك سلبية مهمة في رأيه، هو أنه ما عندوش واسطة. طيب يعني هو لا يملك الواسطة، ولكن هي حقيقة في يعني إذا عدنا للنظام أو للأخلاقيات العامة، الأخلاقيات الإسلامية، إنه المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعت له، أو إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صحيح الناس لبعض، والمؤمن للمؤمن، والرسول وصى بالجار، ولكن هنا الفرق. الواسطة تكون شيء جيد، أو العلاقات الطيبة حتى الواسطة شيء جيد إذا لم تتعدى على حقوق الآخرين، وشيء سلبي في استخدامها خارج إطار الـ أو إذا تعديت على حقوق الآخرين.
بالفعل من أهم سلبيات الواسطة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بل اتباع سياسة الواسطة والمحسوبية وتقريبا غير المختصين من صناعة القرار. ورقم في هذا يعني في 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 هذا الموضوع الواسطة من سلبياتها، إذا إحنا كنا بنذكر سلبيات الواسطة، إنه تضع الشخص غير المناسب في مكان غير مناسب، بمعنى إنه إذا تم صحيح إحنا تكلمنا إنه تكافل اجتماعي، إنه الجار للجار، وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، وإنه الصديق لصديقه، لكن إذا تجاوزت أن تضع شخص غير مناسب، وهذا اللي بيصير في وطننا العربي حقيقة، إنه لأنه هذا الشخص من عائلة معينة، ولأنه هذا الشخص جاي من طرف فلان، ترى كلمة سحرية، جاي من طرف فلان خلاص تفتح له الأبواب. هذا الشخص اللي جاي من طرف فلان وفتحت له الأبواب، عندما وضع شرعا، عندما يضع في مكان، فقد ظلم نفسه، لأنه لا يعي ولا يدرك حجم المسؤوليات اللي وضعت على نفسه، وقد ظلم الشخص اللي كان يجب أن يأتي مكانه، لأنه في شخص أحق منه في هذا المكان، وقد ظلم المجتمع، لأنه سيدير دفة هذه الوظيفة بغير كفاءة، وبكفاءة أقل مما يجب أن تدار فيه إذا كان عنده أصلا كفاءة، وبالتالي يعني هو أخطأ في حق نفسه وفي حق الآخر وفي حق الشخص الآخر وأيضا في حق المجتمع. من سلبيات الواسطة أيضا والمحسوبية في التوظيف، أي تحديد مواقع ورواتب كبار الموظفين وفق الانتماءات الحزبية أو الفئوية أو العلاقات الشخصية، ونعني بذلك أنه لأنه شخص محسوب على فئة معينة من المجتمع أو على عائلة معينة من المجتمع أو على، طبعا أنا رجعت عندما أعددت للحلقة في التاريخ وجدت أنه قضية الواسطة مش فقط في وطننا العربي، هي في العالم كله، الكاردينالات والبابوات في الكنيسة في العصور الوسطى كانت تنتقل على أساس الواسطة، علما أنه يعني كان عندهم ممنوع أنه يكون متزوج أو كذا، لكن كان عندهم يعني أبنائهم غير الشرعيين ويحطوهم برضو واسطات، أيضا على مستوى الرؤساء الأمريكيين في التاريخ يعني، وكل واحد حط قريبه في وزارة الكذا وفي وزارة كذا، هي موجودة. لكن السيئة أنه تضع الشخص غير المناسب، يعني ممكن يعني تتقبل جزافا من باب أنه يعني واحد يضع قريب منه، ولكن إذا كان يستحق المكان، لكن المشكلة في وطننا العربي أو المشكلة في أي مكان الواسطة بالمناسبة، أن تضع شخص غير مناسب وأن يتعدى على حقوق الآخرين بناء على علاقته الشخصية أو فئويته أو موقعه الحزبي أو إلى آخره. النقطة الثالثة، لا يعود التعليم والشهادة والكفاءة هي التي تحكم، وإنما الواسطة والمحسوبية. هذه النقطة مهمة جدا. ما هو الدافع عند أي شخص حتى يتعلم، حتى يأخذ وظيفة، حتى يتطور في وظيفته، حتى يكون مسؤول في القطاع الخاص في القطاع الحكومي؟ فعندما يفقد هذه الرؤية، يفقد هذه الروح، يجد أنه والله درست ما درست، تفوقت ما تفوقت، ففي النهاية فلان ابن فلان ابن فلان سيكون في المنصب الفلاني، وسيورث يعني الوزير الفلاني الوزارة لابنه، وابنه سيورث لابنه، وبالتالي أصبحت موزعة، هي يعني قطاعات موزعة. سيفقد كل متعلم وكل مثقف الدافعية للتعلم والدافعية للتميز، وستقتل فيه روح المنافسة. حقيقة عجبني في الهند في إحدى زيارات للهند، إنه عندهم بعض المناطق اللي بيأخذ الوظيفة الحكومية في البلدية أو إلى آخره هم الخمس الأوائل في الجامعة في تخصصات معينة، بيكونوا هم المرشحين هذول الخمسة لاستلام المناصب معينة في البلديات أو إلى آخره، وبالتالي في دافع عنده إنه ينافس، ويعني لولا هذا الدافع أقول لك أنا بين مليار ومئة مليون مليار هندي، كيف بده يوصل إلى كيف بده يوصل إلى وظيفة؟ فلما يكون الوظيفة على أساس المنافسة الحقيقية ستكون هنالك دافعية حقيقية. كذلك من مضار الواسطة انتشار الفساد، ما ينعكس على المواطنين فيفقد ثقته بالمؤسسات الحكومية وبأجهزة الدولة المختلفة، كما تضعف القيم الأخلاقية وتتأخر التنمية داخل المجتمعات، وقد تنتشر الجريمة نتيجة لهذا الشعور أو شعور المواطن بالحقد والكراهية لغياب أسس العدالة. من الأشياء المهمة جدا الإحساس بالعدالة، عندما تعيش في مكان وتحس أنه في نوع من أنواع العدالة هذا يدفعك للتنمية، ترى هي كلها دائرة واحدة سلسلة واحدة، لما تحس بأنه في عدالة في المكان اللي تعيش فيه ستنتج وستعمل وستتميز وستشعر أنه عندك إمكانية للمنافسة وللتميز. إذن هي مجموعة، إذا غابت العدالة في هذا الموضوع ستغيب الانتماء وستؤدي إلى
تراجع الوازع الأخلاقي في الانتماء إلى المجتمع. وبالتالي هذا موضوع الواسطة والمحسوبية يعني من الأمراض المنتشرة أو من الأمراض السرطانية في المجتمعات اللي محاربتها واجب. يعني أنا بعتقد أنه معظم التجارب الحالية زي مثلا تركيا والآن في انتخابات في تركيا، يعني سؤال أردوغان أنه ما هي أول وأهم خطوة عملتها للنهوض في تركيا، علما أنه كانت تركيا متراجعة قبل الفترة أو الحقبة اللي هي فيها، فكان الإجابة أنه أوقفت الفساد فقط. يعني أنت مش محتاج أنك تعمل تنمية، أنت فقط إذا أوقفت الفساد هذا بحد ذاته سيقود الدولة إلى الانتعاش. إذا جيت على مؤسسة مترهلة حكومية شبه حكومية خاصة، فقط أوقف الفساد، أوقف الواسطة والمحسوبية الغير صحية، ستجد أنه لوحدها انتعشت ويعني وتطورت. يعني عموما موضوع الواسطة يعني تغص فيه الحناجر. استشارة أخرى من الدوحة حول موضوع الواسطة نشاهدها سويا ثم نعود للتعليق عليها. إنه شلون نطور العلاقات الطيبة بحيث إنه ما نضر أحد في استخدام علاقاتنا ووسطاتنا هذه اللي هالأيام قاعدة تصير. كيف نطور يا ستي علاقاتنا الطيبة حقيقة؟ هنا يعني في قبل يعني أنا عدينا 10 نقاط تتبعها لتطوير العلاقات الطيبة، لكن قبل ذلك أريد أن أنوه إلى موضوع إنه العلاقات الطيبة شيء يحتاج إلى صيانة حتى يعيش. يعني ممكن أنك تعمل علاقات طيبة أو شخص يكون بالبداية هو شخص لطيف ممكن تبني معاه علاقة طيبة، لكن مش القضية في اللحظة الأولى، القضية في أنك تصين هذه العلاقة الطيبة وتجعل العلاقة الطيبة مستمرة. عموما من النصائح اللي عديناها 10 أمور يجب اتباعها إذا اضطريت لاستخدام الواسطة. إذا أنت اتفقنا أنه عندك واسطة وبدك تستخدم العلاقة بدك تستخدم الواسطة، فما هي النصائح اللي تستخدمها حتى لا تخرب الواسطة على نفسك؟ أولا عدم تكرار اسم الشخص أو الجهة التي أرسلتك، هذا موضوع مهم جدا. جاي من طرف أبو فلان، فخلص وصلت الجماعة مش كل يعني دقيقة ترى أبو فلان بيسلم عليك، ترى أبو فلان امبارح كنت قاعد أنا، خلاص يعني هو أبو فلان بعثك ولا فلان بعثك، انتهى الموضوع. حافظ على علاقتك الطيبة ولا تزيدها أكثر من ذلك. النصيحة الثانية عدم المبالغة في الطلبات أو الخدمات، بمعنى أنه أنت مستخدم واسطة عفوا وجاي من طرف شخص، هذا لا يعطيك، هذا أعطاك فتح لك الباب، أعطاك مفتاح لتفتح الباب وتدخل، ولكن هذا ليس بحال من الأحوال معناه أنه أنت تزيد في الطلبات، هذا معناه أنك تجلس مع الناس فقط. فحتى تحافظ على الواسطة والعلاقة الطيبة لا تبالغ. النقطة اللي وراها الالتزام بالمواعيد والقواعد العامة للمكان. إذا أنت جاي بواسطة فهذا أدعى أنك تحترم الشخص اللي أرسلك وتحترم المكان وتلتزم بالمواعيد. إذا هذا المكان ممنوع فيه الدخان على سبيل المثال، فهذه مدعاة أنه والله أنا جاي بواسطة معناته بدي أدخل، أنا جاي بواسطة دوامهم للساعة 4 جاي الساعة 5، هذا كونك جاي بواسطة هذا أعطاك مفتاح. فحتى تتقن استخدامها التزم. النقطة اللي بعدها لا تدخل أو لا تدخل الحوار أبدا بقرار مسبق عما ستحصل عليه. لا تدخل وأنت مقرر أنا جاي بعثني فلان ولا أبو فلان ولا كذا حتى أخذ كذا، لا أنت اسمع من الآخرين. أحيانا قد تكون اللي ستعطى أو اللي ستسمعه أفضل من اللي بدك تطلبه. لذلك يعني هي سنس حس، فلا تدخل بتطلبات أو متطلبات مسبقة، ادخل اسمع وناقش على أساس ما تسمعه. النقطة اللي وراها ضرورة المحافظة على صورة الشخص الذي أرسلك من خلال احترام الطرف الآخر. تذكر دائما أنه هذا الشخص اللي أرسلك أنت بتمثله، وبالتالي بدك تحترم هذا الشخص من خلال احترام الشخص اللي أنت جالس معاه. النقطة اللي تليها تعلم أن الاحترام هو القدرة على استخدام المنطق السليم من خلال تحقيق المصلحة دون تعدي على حقوق الآخرين. الاحترام هو ليس برفع الصوت، الحوار والتفاوض هو ليس بإني أفرض شروطي، الاحترام والتفاوض من خلال وجود منطق. يعني دعنا نقول إنه أو دعونا نقول إنه
دخولك لمكان من خلال واسطة هذا يضع عليك مسؤولية احترام الشخص اللي أرسلك من خلال تمكنك من المنطق والحوار، أصول منطق الكلام والحوار. هذا موضوع مهم جدا يجب أن نعمله دائما نركز، ونقول أنه مهارات التفاوض ومهارات الاتصال من الأشياء المهمة في حياة الإنسان، وتكاد تصل إلى 60-70 أو أكثر من 60-70% من جودة حياة الإنسان. كن شخصا ودودا، وتذكر قول الله لنبيه محمد: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا تكن فظا غليظ القلب فيتنفض الناس من حولك. كلما كنت أقرب إلى اللين، كلما كنت أقرب إلى قلوب الناس، كلما كنت أقرب لتحقيق مصالحك مع الآخرين. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأمة وهادي البشرية، هو جاي في, 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 في رسالة النبوة، يأتي الخطاب مباشرة: لا، لو كنت فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علما أنك أنت على حق وعلى صواب، فتخيل أنت وأنت على حق وعلى صواب لا تكن فظا غليظ القلب، لأنك لن تأخذ شيء إلا باللين. اعمل النقطة اللي وراها، اعمل على استدامة العلاقات الطيبة، لأنها الرصيد الحقيقي للتاجر الذكي. العلاقات الطيبة هي الرصيد الحقيقي لك. يذكرني في هذا الموضوع قصة مشهورة جدا لشكسبير، للكاتب شكسبير، اللي هي تاجر البندقية. تاجر البندقية قصة يعني معظم الناس يعرفها، ولكن نعرج عليها عفوا. وبالمناسبة تدرس القصة في جامعات، في الجامعات، في كلية الإدارة على أساس مرجعية. تاجر البندقية كان في مدينة البندقية تاجرين: تاجر يهودي اسمه شايلوك، وتاجر شهبندر التجار. التاجر الإيطالي هذا تعرض إلى موقف أنه احتاج مبلغ كبير من المال، لأنه أمواله في تجارة، أو أمواله في, 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 في تجارة خارج الدولة، واضطر أنه يتداين من التاجر هذا، التاجر اليهودي، علما أنه كان على خلاف مع التاجر اليهودي. فالتاجر اليهودي شايلوك استغل الفرصة وقرر أن ينتقم من هذا التاجر الإيطالي اللي هو سيد التجار في تلك الحقبة، فأقرضوا المال واشترط عليه شرط، قال له يعني معك 3 شهور ترجع المال أو 2 شهر ترجع المال إلى آخره، لكن إذا ما أعدت المال في تلك اللحظة بعد 1 أو 2 شهر فأنا حقي أخذ منك قطعة لحم، أن أقطع منك قطعة لحم. استغرب التاجر الإيطالي ووافق، لأنه كان مضطر جدا على المال، علما أنه كان ماخذ المال عشان يساعد صديق. المهم مرت الفترة، مرت 2 شهر، وإجت لحظة الحقيقة. فالتاجر ذهب بالصك مباشرة إلى القاضي، إلى المحكمة، قال له: أنا يعني بدي حقي من هذا التاجر، أنطونيو اسمه التاجر، بدي حقي من أنطونيو، بدي أخذ منه رطل من اللحم. فطلع القاضي في الورقة، الرجل موقع أنه هذا، فاستدعاه قال له: أنت صحيح وقعت، والرجل بده حقه، بدك تعطيه حقه؟ قال له: كيف بدي أعطيه حقه يعني، بدي يقطع مني؟ فالمهم في تلك اللحظة، الشاهد في الموضوع العلاقات الطيبة، في تلك اللحظة المدينة الفقيرة والتجار الصغار والجميع راح جمع مبلغ من المال يساوي المال اللي دفعه مين؟ اللي دفعه اليهودي للتاجر الإيطالي. جمع المال محبة في ذلك الشخص اللي كان بيبني علاقات طيبة مع الجميع، وهذاك التاجر اليهودي كان بيبني علاقات سيئة مع الجميع، كان بيعتقد أنه التجارة فقط أنه يعطيهم ويأخذ الفائدة، ولكن أخطأ. في تلك اللحظة كل المدينة جمعت فلوس للتاجر وجت أعطتها للتاجر اليهودي. طبعا التاجر اليهودي للقصة يعني رفض أنه يستلم المال، وقال أنه أنا بدي أقطع قطعة اللحم من هذا الشخص، ومسكه وأوشك أنه يقطع. وفي تلك اللحظة المحامي قال له أنه يعني أنت لك الحق أنك تقطع منه رطل من اللحم، لكن ليس لك الحق أن تأخذ منه قطرة دم واحدة. فبهت الذي ظلم في تلك اللحظة. الشاهد من الموضوع أنه إذا كنت تاجر، أو إذا كنت شخص، أو إذا كنت طالب، أو إذا كنت مهندس، أو إذا كنت طبيب، أيا كانت مهنتك، فعلاقاتك الطيبة هي رصيدك للمستقبل. علاقاتك الطيبة، التاجر الحقيقي هو اللي بيبني علاقات طيبة مع التجار، لأنه إذا تاجر حقيقي فسيتعرض للصعود وللنزول. كلما كنت أقرب إلى الناس، كلما كنت ألين، كلما كنت أكثر سماحة، كلما كنت أكثر قدرة على الاستمرار. النقطة التي تليها من النصائح: إذا صدف وكان الشخص الذي التقيته كان فظا، ولم يقدر الشخص الذي أرسلك إليه، ولم يظهر الاحترام لك، فقم بقطع الاجتماع فورا وغادر المكان. أحيانا تحصل إخوتي الأعزاء الكرام، اتخاذ القرار
موضوع مهم جدا، وليس فقط اتخاذ القرار، اتخاذ القرار في وقته. إذا كنت أنا جاي من طرف فلان ولا أبو فلان ورايح على شخص معين، هذا الشخص اللي أنت رايح عليه إذا لم يحترم اقطع الاجتماع مباشرة، لو كان مهما كان اقطع الاجتماع وانهي الاجتماع. النقطة التي تليها، ساعد الناس في كل المواقف، فحاجة الناس إليك هي هدية الله لتبني معهم علاقة طيبة. الله امرئ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. مع هذه الكلمات فاصل قصير السادة المشاهدين، ثم نعود لاستكمال باقي فقرات أنت ومالك، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في أنت ومالك، وقد تكلمنا في الجزء الأول ووضحنا مفهوم الواسطة وماذا تفعل حين تضطر وتلجأ إليها، ولكن نعود لسؤالنا مرة أخرى، أيهما أهم لحياتك المالية، الواسطة أم شبكة العلاقات الاجتماعية؟ لا شك أن بناء شبكة العلاقات الطيبة أهم من الواسطة، وذلك أنها ستعيش معك مشوار العمر كله. الواسطة كما تكلمنا أو كما بديت أنا كلامي، أنه موضوع الواسطة بتورثها وراثة، أو الواسطة من طرف فلان، لكن علاقاتك الاجتماعية اللي بتبنيها هي ثروتك الحقيقية اللي تستمر معك، واللي لو توقفت اليوم، خلينا نفرض أن اليوم أنت توقفت في المكان اللي أنت شغال فيه واسطة ورحت إلى بلد ثانية، أنت بدك تبدأ من الصفر، ولكن بدك تبدأ بخبرتك، بحصيلة خبراتك اللي هي قدرتك على بناء العلاقات الاجتماعية الطيبة مع الآخرين. في هذا الصدد إلى سؤال جديد حول الموضوع، نتابع سوياً السؤال ونعود للرد عليه. إيه هي الأسباب أو الحاجات اللي ممكن حد يعملها يخلي العلاقات ناجحة أو تدوم فترة أطول يعني؟ لأن معظم العلاقات بين الناس دلوقتي بتبقى فترة بسيطة وبتنتهي، فإيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها من الطرفين إن الحاجة دي تتمدى وتستنى أكتر يعني؟ يعني الموضوع شائك، لكن دعنا نعلق عليه من خلال عدد من النصائح لتطوير العلاقات الاجتماعية. أنا بعتقد أنه موضوع تطوير العلاقات الاجتماعية موضوع مهم جدا، دعونا نأخذ بعض النصائح لتطوير العلاقات الاجتماعية بعيدا عن موضوع الواسطة. أولا، غير طريقة ارتباطك بالآخرين بشكل يجعلهم يغيرون طريقة تعاملهم معك للأفضل، بمعنى ادفع بالتي هي أحسن، غير طريقة تعاملك مع الآخرين. إذا كانت ليش الإنسان أحيانا يغير طريقته؟ إذا لم تنجح الطريقة اللي أنت أصلا شغال فيها فمعناته في خطأ، ليس بالضرورة الخطأ من الآخرين، وإن كان هنالك خطأ من الآخرين، فمشكلتنا أنه نتعامل مع أخطاء الآخرين، لأنه الآخرين سيبقوا جزء من حياتنا، سيبقوا جزء من البيئة المحيطة، لذلك يجب أن نعمل على تغيير تعاملنا مع الآخرين. نقطة اثنين، عندما تتغير مع الآخرين قاوم محاولات إعادتك للوضع السابق. احيانا شو اللي بيصير؟ انه بتيجي مع شخص بتحكي معاه، يا اخي انت طريقة تعاملك مع الناس فظة، او شخص بينه وبين نفسه، انا طريقة تعاملي مع الناس فظة بدي اغير نفسي، بيجي بيغير نفسه، بعد 3 أيام بيرجع لحالته الاولانية، لانه هذا طبع لا يريد ان يتعلم عليه. اذا تغيرت الى الافضل، فالقضية ليست ان تتغير، ان تستمر في منطقة الافضل. النقطة الثالثة، حاول التفاعل والتأقلم مع الاخرين على ما هم عليه، أي أن الآخرين ليس بالضرورة أنهم يتغيروا، ولكن الآخرين هم هكذا، فعليك أن تجد آلية للتواصل والتعامل معهم. النقطة الرابعة، تعلم من تجارب الماضي واستحضرها دائما،
واستحضر الإخفاقات والنجاحات أيضا. لا تبدأ دا كل يوم من الصفر. كل نحن كبشر نبدأ من حيث انتهينا، ليس فقط من حيث انتهت تجارب الآخرين، ولكن أنا أتعلم من أخطائي، من نجاحاتي، فأركز على كيف نجحت في تعاملي وتفاوضي مع الآخرين، ومن إخفاقاتي. إذا بالمناسبة أسوأ أنواع الأشخاص مروا علي في تاريخ المفاوضات، يعني وهو المجال اللي أنا أعمل فيه بشكل يومي في التدريس أو في الإدارة الشركات، هو موضوع الأشخاص الذين لا يتعلموا من أخطائهم، يقع في الخطأ ويعتذر عن الخطأ ويعود ثاني يوم. وهن عند الله سبحانه وتعالى أيضا هم أسوأ الأشخاص اللي يقعون في الخطأ بشكل مستمر، نفس الخطأ، أنت تعيد نفس الخطأ. عموما يعني يجب أن نتعلم من أخطائنا. النقطة التي تليها، طور مهاراتك التفاوضية على أساس تحقيق المصالح المشتركة وليس بطرف واحد فقط. هذه فكرة أو هذا الكونسبت أنا بعتقد أنه من أهم المفاهيم اللي يجب أن يدركها الشخص بعقله الباطن وبعقله الظاهر. عندما تذهب للمفاوضة مع شخص أو عندما تدخل في الحوار مع شخص، أنت لا تريد أن تهزمه. أنا يعني لما تدخل على محاضرة بدك تحاضر أو على اجتماع، أنت مش جاي عشان تهزم الآخرين، أنت جاي عشان توصل لنقطة مشتركة بينك وبين الآخرين. أنت مفاوض ناجح فقط عندما تحقق مصالح الآخرين، تحقق مصالح للآخرين وتحقق مصلحة لك. لكن في اللحظة اللي بتيجي فيها بعض الأشخاص بعض الأشخاص عنده فكرة أنه علي وعلى أعدائي، أنا جاي أخسرهم وأخسر. ليش جاي تخسر؟ خليك قاعد ببيتك. جاي تخسرهم وتخسر ليش؟ انت متى بتسترعي انتباه الاخرين؟ لما انت وانت بتتحاور معاه توصل له فكره انه انا بدي احقق لك مصلحه. في اللحظه اللي بيقنعك انه انا بدي احقق مصلحه لك للطرف الاخر، انت استرعيت واستدعيت انتباهه، وبالتالي في تلك اللحظه انت حققت win-win situation، مصلحه لك ومصلحه له. النقطه السادسه، اقبل دعاوي الاندماج مع اي مجموعه في اي دائره من دوائر حياتك، بل واعمل على ذلك. كل مجموعة من المجموعات اللي حواليك، دائرة الأسرة، دائرة العمل، دائرة العمل التطوعي، دائرة أصدقاء العمل، دائرة قوات تجميع كل دائرة من الدوائر الاجتماعية أنت تكسب من خلال الاندماج معها. اعمل على أنك تجد الدوائر هذه، إذا دعيت فاندمج. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بمعنى الحديث يقول أنه الأفضل من يعامل الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن يعني ينعزل عن الناس. أنه حكمة الوجود، حكمة الخليقة أن نتفاعل مع الناس. النقطة التي تليها، اهتم بقاعدة الاثنى عشر. قاعدة لطيفة، قاعدة الاثنى عشر، اهتم بأول اثنى عشر خطوة. أول اثنى عشر خطوة كيف أنت داخل على الناس. هذه لو دخلت وأنت مرتبك، لو دخلت وأنت مهزوز، لو دخلت وأنت تمشي بطريقة غير متزنة، ترى هذا الامبريشن أو الانطباع الأول موضوع مهم جداً. ثانيا، اهتم في أول 12 كلمة. الشخص جيت جلست، أنت لابس وغرافتك وبدلتك كذا، جلست على الطاولة، طب بعدين بدي أسمع شو بدك تحكي. أول 12 كلمة بما معناه يعني مجازا، أول بداية الكلام لازم يكون الكلام منطقي، هذا ما يسمى علم الكلام، منطقي متوازن، في هدف، في محور، في بداية، في 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 فكرة معينة، في خاتمة، في طريقة الطرح. أول 12 تعبيرا، التعابير اللي تستخدمها اللي هي لغة الجسد يجب أن تكون متوائمة، مش يعني الجسد في مكان، الجسد جامد والكلام في مكان آخر. النقطة التي تليها، اعتمد على قاعدة إما أن تحب أو لا تكره. جيت تعاملت مع فلان ما حبيته ما في مشكلة، بس ما تكرهه. يعني أوكي، ما في كيمياء بينك وبين الشخص، ما حبيت هذا الشخص، بس لا تخرج من هذا، من عند هذا الشخص. طيب احنا يعني موضوعنا اليوم كيف بدك تبني علاقات طيبه. مع الفكره الاساسيه علاقات طيبه. اذا ما حبيت الشخص لا تكرهه، لانه لما تكره هذا الشخص انت بتكون عداوات لنفسك. على الاقل ابقي علاقه طيبه يا سيدي، ابقي علاقه نيوترال، علاقه لا كره ولا محبه، لكن لا تكره الناس. النقطه التاسعه، ركز على فهم احتياجات الطرف الاخر في العلاقه. انت احتياجاتك انت فاهمها، انت طالع من بيتك وجاي على الاجتماع وانت فاهم احتياجاتك، انت مفكر فيها من قبل بيوم. لكن انت جاي تقعد مع شخص، ركز على الشخص اللي امامك مش على نفسك.
ركز على أنك تفهم احتياجات الشخص، لأنه في اللحظة اللي بتفهم احتياجات الشخص أنت ستفهم كيف تتعامل معه ومن أين تأتي وكيف تبني علاقة طيبة معه، لأنه هذا الشخص راح يكون هو رصيدك في المستقبل، هذا الشخص راح يكون علاقاتك الطيبة في المستقبل. أما الناس اللي بتفكر كيف أنا اليوم بدي أربح منك وبعدين طب ربحت من فلان وفلان وفلان سمعتك خلاص يعني انتهت، لن تجد شخص تربح منه. فأنت فكر في أنك تحقق مصالح مشتركة وفكر كيف تفهم ما الذي يحتاجه منك الآخر. نقطة العاشرة، أعطي الآخرين الشعور بالأمان، لا تحسس الناس، يعني حسسوا بالأمان، حسسوا أنت معاي بأمان، أنا ما راح أقدر فيك. مش فكرة، في ناس كثير باتفاق بحسس الجميع أنه اسمع ترى أنا ماشي معاك لكن في أي لحظة ممكن أنقلب عليك وعندي إمكانية الضغط عليك وعندي إمكانية أذيتك وعندي، هذه مش علاقات، هذه ليست بعلاقات طيبة. العلاقات الطيبة أن تحسس كيف بده يحبك الشخص، بده ينتمي لك، بده يكون علاقة طيبة بينك وبينه، لما تحسسه بالأمان. ولا تستخدم أبدا كلمة أنه أنا بإمكاني أني أعمل، بإمكانك أنك تعمل روح أعمل، بس هذه مش علاقات طيبة، هذه ليست في أسس بناء العلاقات الطيبة. النقطة التي تليها، تقبل الآراء وتوقف عن التذمر. تقبل الآراء موضوع في غاية الأهمية، لأنه أنت لا تعيش منعزلا على هذا الكوكب، أنت لك منظار رؤية والآخرين ترى، والناس الآخرين ترى الأمور من زاوية أخرى، يستحيل أن تستطيع أن ترى الأمور بدائرة بانورامية متكاملة، هنالك دائما زاوية تفوت عنك. لذلك تقبل آراء الآخرين وتوقف عن التذمر. يعني يقتلني الشخص اللي تجلس معاه ويحسسك أنه في كارثة ستقع خلال يعني خلال لحظات، تجلس معاه ويحسك أنه في إطار البزنس الكرة الأرضية العالم في أزمة اقتصادية، العالم في أزمة اقتصادية، هذا أجدر أنك تعمل لما يكون في أزمة اقتصادية، هذه مدعاة أنك تضاعف مجهودك في العمل وليس تتذمر. بعض الأشخاص تجلس معاه ينظر للساعة يحسك أنه بعد نص ساعة في يعني يوم القيامة ضايل له 3 دقائق ويقوم. لا تتذمر، حاول أنك تكون شخص إيجابي من الداخل. واستشارة أخيرة يعني بعد هذه النصائح، استشارة أخيرة وردتنا عبر كاميرا الجزيرة مباشر حول موضوع الواسطة والعلاقات الاجتماعية، خلينا نشاهدها سويا ثم نعود للتعليق عليها. احنا ازاي نتعامل مع المواقف السلبية وبالاخص ان احنا بنقابلها في الشارع بمواقف حسنة، لان انا يعني معظم وقتي في الشارع بركب سيارة وبركب دراجة، انا دراج وبسوق دراجات هنا. ستكون في الشارع فلان مرق من جنبك واساء التصرف وفلان عمل كذا والله يشوفوا مشكلة الجميع يواجهها، لكن يعني منا من يواجهها ويستطيع أن يتعامل معها، زي اللي عنده مرض السكري فيتعايش مع مرض السكري، يخفف السكريات ويأخذ دواء إلى آخره، ومنا من يعني لا يريد أن يتعامل مع هذه المشكلة فتتفاقم المشكلة. مشكلة الناس السلبيين موجودة في حياة الجميع، احنا ما بنقول كل الناس اللي موجودين على الكرة الأرضية هم أشخاص جيدين، ولكن ممكن بعض النصائح هي لفكرة التغافل، يعني مش كل شخص بدي أتفاعل معه، أنا مش كل شخص أساء بدي أتفاعل معه وأرد عليه، لأنه بعض الناس يعني من الأفضل أن تتغافل عنهم. 2، القدرة على التعامل مع المواقف السلبية وتحويلها إلى مواقف إيجابية. كثير من المواقف السلبية إذا أحسنت إدارتها تحولت إلى موقف إيجابي، مثل ما يعني المثل الذي يقول ما محبة إلا بعد عداوة، هذا اللي بيجيك هو أنت مش عارف أنا مين، أهلا وسهلا أنت مين طال عمرك، أنا فلان. طيب يعني ممكن تحول الموقف السلبي إلى موقف إيجابي. النقطة الثالثة بعد التغافل وتحويل القضية من سلبية إلى إيجابية هي التعامل إلى حد ما على أساس أنه هذه المواقف هي مواقف روتينية واعتيادية في الحياة وليس التجاهل عنها، هو التعامل معها ولكن على أساس روتيني. على كل لن نستطيع أن نحل مشكلة، لأنه يعني قائم الحياة على وجود هذه المشاكل فيها. الآن نتابع سويا هذا الملخص السريع، وكيف نبني أو كيف تبني رصيدك الاجتماعي.
كانت حلقتنا اليوم عن الواسطة والعلاقات الطيبة. وحقيقة قبل أن أختم الحلقة أريد أن أؤكد على موضوع مهم جدا. والله من يعني أنا أعتقد وأؤمن وأجزم، يعني عادة لا نجزم ولكن أجزم، إنه موضوع بناء القدرة على بناء العلاقات الطيبة هي عبارة عن قدرة على 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 أن تعيش حياة طيبة. بهذه الكلمات نصل السادة المشاهدين إلى نهاية حلقتنا من أنت ومالك لهذا الأسبوع، دائما على أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت. هذه تحية، إلى اللقاء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية، لأننا نهتم